مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. رمضان عندنا على شاشة SBC. اليوم في حلقة خاصة واستثنائية راح نستعرض معاكم اهم البرامج والمسلسلات في شهر رمضان على قناة SBC. ايضا بيكون معنا تغطية لحفل تدشين جدول البرامج والمسلسلات في شهر رمضان بحضور معالي وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ورئيس هيئة إذاعة التلفزيون الاستاذ محمد الحارثي. اليوم لقاءات حصرية، نستمتع في هذا المساء مع نجوم قناة شاشة SBC. في البداية متابعينا، خلونا نروح معاكم ونشوف فيديو يلخص أبرز الأعمال في شهر رمضان على قناة SBC. ربنا ما بيعاقبش أولادنا عشان إحنا بنعمل حاجة غلط، حرام، ربنا حنين. كل سوالف بالغلط. لنبدأ الرحلة. اتجوز. خلاص. سهلاكم انت فريد. خلاص. دليل الأدب. نايم انا فريد. قد حان وقت تغيير الحال. لنتعلم سويا خلقا جديدا حيث علمنا نبينا الكريم. ابني جوه. أبيض عايز أعرف مين يقول لي ابني فين؟ أهم حاجة عندي بكرة اليوم يمشي في المدرسة كأن مفيش حاجة حصلت. واحدة اتجوزها بعيالها وجوزها. أنت عايز إيه أكتر من تتجوز واحدة حلوة؟ يا بنتي إحنا نحارب ناس مثل الجراثيم، ما نقدر نشوفهم بسهولة. إحنا ما قدامنا أي حل إلا إن نكمل اللي بديناه. الله الثقة بالله. المشاهدة برمضان هتكون تجربة فريدة. Saudi Arabia is my second home. نسير في رحلة البحث عن ليلى داخل كل واحد مننا، عن الإنجاز وأعمار الأرض. وإذا احترت وش تتابع لا تقولها. ألف مبروك. راح تبقى معنا لأن المقابلات عندنا غير. ونأكل مما لذ وطاب. طعمها يجنن. وأطفالنا قدام سؤال، يفعلوها أم لا؟ سهرتنا ساحرة ومستديرة. من محلي هذا الموسم صراحة كان أقل من المتوقع. أحد البرامج المهمة متابعينا على قناة SBC شاشة SBC لهذا العام في رمضان برنامج إعمار الأرض، وهو برنامج ثقافي إنساني يقدم ويعرض جهود المملكة العربية السعودية على مستوى الوطن العربي والإسلامي وعلى مستوى العالم. بيتنا الكبير، الأرض، الإنسان، محور الكون، الحياة الاجتماعية، أكسجين الحياة، الماء، الخضار، الطبيعة، البشر، الرحمة، الصلاة، التعايش، العطاء، الإنماء، التفاؤل، الأمل، باختصار أشياء ما نقدر نعيش من غيرها. عشان نتكلم أكثر ونتعرف أكثر عن برنامج إعمار الأرض معانا منتج هذا العمل الفنان محمد الزهراني. أهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافية. رب يعافيكم، مساكم الله بالخير وشهر كريم علينا وعليكم إن شاء الله وعلى كل مشاهدينا. في البداية نبغى نتكلم عن إعمار الأرض، وش يقدم، وش الجوانب المهمة اللي يعرضها عن جهود المملكة العربية السعودية؟ إعمار الأرض هو برنامج وثائقي تعريفي بكل ما تقدمه دولة المملكة العربية السعودية حفظها الله، حكومة وشعب، تجاه الإنسانية، تجاه بناء هذه الأرض في مختلف شعوب العالم دون النظر إلى عرق أو دين أو طائفة. كل ما يهمها يعني حفظ الله بلادي هو بناء هذه الأرض من جوانب ثقافية، صحية، إسلامية، تربوية، خيرية. ففي إطار هذا البرنامج نحن يعني عملنا بحث كامل عن عدد المشاريع اللي قدمتها الدولة، والحمد لله يعني احنا يعني
وسط اللي قاعد يحصل ده وكورونا والضغوطات قدرنا نتجاوز الصعاب يعني بشق الأنفس. الله يعطيك بالعافية. لكن السؤال الأهم في فترة كمنتج العمل، في فترة التحضير والاستعداد للتصوير لهذا العمل، بعد ما لاحظت أو شفت الجهود تقدمها المملكة في جوانب مختلفة، كيف كان الشعور كسعوديين يقدمون هذا العمل اللي يمثلهم كسعوديين ويمثل أكيد المملكة العربية السعودية؟ شوف حبيبي، التحضير استغرق منا حوالي 6 شهور تقريبا، ما بين تحضير المشاريع وتحديدها وتكاليفها المادية وكذا. المشكلة أنه كان يصادفنا، يعني الله يحفظ حكومتنا ويرحم من رحل، مشاريعنا تتجدد، يعني نثبت على مشروع بعد 2 3 أيام قالوا لا في مشروع أكبر وأشمل، فصار عندنا نوع من اللخبطة، فقلنا لا نأخذ المشروع اللي له فائدة أكثر للناس. والله لا أجامل، يعني حتى لقاءاتنا مع الناس المستفيدة من هذه المشاريع نسمع كلام يعني يخلينا فعلا نفتخر، يعني نفتخر أول شيء بوطننا وبهويتنا ونفتخر بقيادتنا اللي يعني عطتنا الخير هنا وعطت الآخرين، ما نست، ما نظرت لا الدين ولا العرق ولا طائفة، يهمها يعني بناء هذه الأرض ويهمها حياة الإنسان. فشيء يا أخي حتشوفوه ما بحرقه يعني. طيب رسالة توجهها لمتابعين قناة SBC في شهر رمضان؟ أعتقد SBC السنة دي يعني الريموت أتمنى ترموه، يعني اثبتوا على SBC حتشوفوا أشياء طيبة. رمضان عندنا أكيد. رمضان عندنا وعند الجيران، ما عاد في جيران خلاص كله عندنا. وعلى شاشة SBC يطل النجم الكبير والفنان الكوميدي السعودي عبد الله سدحان في مسلسل الديك الأزرق. هلا بي. هلا بي. انتبه. أنت عارف يعني إيه لابش؟ أنا ألف سلام. آسف على بعد. قولي بقى عايز تفطر ايه؟ اذا عندكم كورونا فليكس. كورونا؟ ما ماشي. كيف المساعدات؟ تعرف لازم نشيك المساعدات. خلاص. دليل الادب. واجه نفسك بالحقيقه يا نبقان، اللي حواليك ما تخيروش عن حوالين اللي جنبك. في الطمع. الحاجة حمزة. واستخبى ليه وانا مستخبى؟ رحت السيارة القديمة أجيب سلاح. وين السلاح؟ أكيد. ويشرفنا في هذا المساء وفي هذه الليلة يكون معنا الفنان عبد الله سدحان، نتكلم أكثر عن الديك الأزرق. أهلا وسهلا فيك أبو تركي. أهلا وسهلا ومرحبتين. يا هلا بك. الديك الأزرق مسلسل لا أحبذ أني أتكلم عنه كثيرا، لأنني حاب أن المشاهد يشوف أحداث هذا العمل والخطوط الموجودة في هذا العمل، سواء كانت خطوط درامية تميل إلى التراجيدي أو الجانب الكوميدي. لكن حقيقة أن العمل تعبنا فيه، لأنه بدأنا بالعمل في السعودية في الرياض قبل رمضان الماضي، حاولنا نخلص العمل لكن جائحة كورونا وقفت العمل، أكملنا جزءا منه في مصر في القاهرة. الآن العمل جاهز للعرض، عمل بسيط إنساني في العلاقات الإنسانية بين الأخوة الأب والأبناء، العلاقات الزوجية وما شابه، ولكن بقالب ظريف وخفيف، خفيف ظل يعني نقدر نقول، لكن في حكمة، فيه موضوعية، في إنسانية في هذا العمل. جميل. وهذا اللي عودنا الفنان دائم عبد الله سدحان رغم التحديات اللي واجهها طوال السنوات الطويلة اللي يكون متواجد في رمضان ببصمة مختلفة ونكهة مختلفة لكل رمضان. الديك الأزرق كعمل بيكون حلقات منفصلة، قصة متواصلة؟ لا، هو الديك الأزرق قصة متصلة بأحداث يومية، وقد تترابط هذه الأحداث. إن شاء الله أن يكون عمل جميل، وأنا حقيقة أشكر هيئة الإذاعة والتلفزيون والقائمين عليها بترشيحي لبطولة هذا العمل الديك الأزرق.
الحقيقة ترشيحي لبطولة هذا العمل جاء من هيئة الإذاعة والتلفزيون، ما جاء من جهة أخرى. وانت سهل أكيد رمز السعودي أكيد، والعمل خاصة أنه فيه نكهة مختلفة، ودائما اشتقنا للظهور المزيج ما بين السعودي والكويتي والمصري. نعم. وتواجد الفنان بيومي فؤاد والفنانة شيماء سيف في هذا العمل. صحيح، وجودهم سبحان الله يعني في دخولهم في العمل أصبح سلس غير مقهم مثل بعض الأعمال الأخرى. من خلال المتابعة والمشاهدة للعمل حتى اكتشف أنه وجودهم في العمل سلس جدا يعني، ولله الحمد. من خلال أنه هذه أختي من أمي وهذا صديق طفولة في مصر في فترة من الفترات وهكذا، العلاقة جميلة يعني. مسيرة طويلة في تقديم الأعمال التلفزيونية المختلفة، الثنائيات المختلفة اللي قدمتها أكيد بشكل مختلف. لو نتكلم عن الوعد اللي تقدمه المشاهدي اس بي سي ورمضان عندنا على اس بي سي، الوعد تقدمه من خلال هذا العمل اللي اكيد كل الناس متشوقه كل رمضان تشوف وش عند الفنان عبد الله السدحان في رمضان. العمل ان شاء الله انه عمل جيد وعمل تم التعب عليه وبذل جهد كبير لتقديم عمل متميز من خلال القصه، من خلال اللون، من خلال الصوره، من خلال الاخراج، الصوت، الاحداث، الابطال الموجودين فيه. لا يمكن انسى الشباب السعوديين اللي معي مثل متعب القميزي، سعيد صالح، عبد الله الحمادي، عبد الاله، احيانا يروح عني الاسم الاخير نوره، ايدا، فوز العبد الله، كثير من الاسماء معنا موجوده في هذا العمل، ادوا واشتغلوا واجتهدوا، وان شاء الله انه يكون عمل رائع وجميل يعني، اتمنى ذلك. انا ان شاء الله فرحان بردود الفعل اثناء المونتاج للاخوه الشركه المنفذه للعمل، ردود الفعل جيده، نتمنى ذلك. لك التوفيق ان شاء الله، ودائما مشع واكيد منور ودعم اكيد لكل شاب، كل عام وانت طيب دائما ورمضان كريم عليك. تابعون معنا مشاهدينا على شاشة اس بي سي رمضان لهذا العام برنامج مختلف، مقابلة إلا ربع كوميدي ساخر لطيف مع شخصيتين حوار ثنائي. نتابع هذا البرومو ونرجع نتعرف أكثر عن تفاصيل هذا العمل. رمضان السنة هذه غير على اس بي سي مع طلال. لا طلال لسه ما قلنا اسم البرنامج حتى، أنت مستعجل تبغى تقول اسمك على طول. عاجل متى؟ يعني كفاية غرابتك مع الضيوف طول مدة التصوير. هل في مجال يا غزال؟ أنت من وين جايب هالقصص؟ قد شفت قمر أزرق زي؟ أنت صاح اليوم. بيو 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 بيو. ويو ويو وي. أنا الغريب أنت اللي تقعد تسأل الناس أسئلة ما أدري كيف شكلها. بداية الغوص كمحاولة انتحار خاطئة ولا إيش؟ أنت رجلك صغيرة ولا تيالي؟ لا هو أنا أحاول أسأله. يمكن سؤالي في حلو. يعني هو صح يمكن بعض أسئلتي غريبة، لكن يا أخي الضيوف هم اللي غريبين. أنا موقف الزرافة جنب الديناصور الآن. استلف البيع. خلنا نتفاهم. هذا إيش هذا هذا إيش هذا هذا إيش؟ لا معك حق، الناس كانوا غريبين، لكن بالنسبة لمشاهدينا اللي يحبوا الطيران. لا 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 ما حنك ما حنكشف البرنامج ولا نحرق. طيب اخي ما لازم تكتب نفسي. اي بس هذه فقرات حتيجي، ما نبغى نحرق على الناس. عموما نشوفكم في رمضان على اس بي سي وبرنامج مقابله الا ربع مع طلال. مقابله الا ربع مع محمد بازيد وطلال الفرنكل. طب ليه كل برامجك الا ربع؟ ليه ما يكون برنامج كامل؟ بعد ما تابعنا معاكم برومو مقابله الا ربع، معانا اكيد بطل هذا العمل محمد بازيد. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، حياكم الله. يعطيك العافيه. رجعه مختلفة وفيها إلا ربع هذا العمل. أكيد هذه البصمة عشان تعرفوني، اللي نسوا نذكرهم إنه إلا ربع هذه هي البصمة إن شاء الله. طيب السؤال ممكن اللي يخطر على بال كل واحد، وش الفرق بين التاسعة إلا ربع مقابل إلا ربع غير الاسم والسكسوكة؟ السكسوكة أنا ما أحب أحد يذكرني بالسكسوكة. عموما الفرق كبير، التاسعة إلا ربع كان برنامج إخباري ساخر، مقابل إلا ربع من اسمه هو مقابلات، عندنا ضيوف نستضيفهم على مدى 30 حلقة. نستضيفهم ليش حطيناه إلا ربع؟ لأنه بزاوية مختلفة، معانا طلال مذيع شوي فاصل، معانا يعني أسئلة مختلفة مع الضيوف، فقرات منوعة، إن شاء الله أنه يعجبكم بإذن الله. شخصية طلال والثنائية بينك وبين طلال، بالعادة محمد يكون بالحالة ويقدم أكيد محتوى ساخر بطريقة مختلفة، الثنائية مع طلال وش بيكون؟ يعني شفنا في البرومو في شوية عناد بين الشخصيتين، كيف يكون تفاصيلها طوال فترة رمضان؟ وفي شوية حزازيات، طلال الله يهديه شوي يعني غير متوقع، غير متوقع.
لا هو فعليا طلال يعني خلينا نقول احنا ثنائي نقدم البرنامج، انا اتولى يمكن الجانب الجاد مع الضيوف، طلال عايش في عالم مختلف خلينا نقول شوي، عنده منظوره المختلف، فهذا يضيف نكهه ان شاء الله للبرنامج ويخلي الحوار مختلف عن اي حوار سابق مع الضيف نفسه. طيب محمد، بعد تحدي وتقديم عمل ناجح جدا سواء في اعمال مختلفه، يواجه كل شخص انه تحدي في العمل الجديد اللي توعد فيه المشاهدين ينتظرون من محمد الكثير ودائما يقول متى ترجع وش تقدم في الفتره الجايه على شاشه اس بي سي هذا العام، متابعين قناه اس بي سي وش توعدهم طوال شهر رمضان؟ والله اول شيء انا 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 سعيد جدا على المستوى الشخصي انه العوده على قناه اس بي سي فعلا يعني، وسعيد صراحه بهالزخم وبهالدعم للبرامج المحليه وللمواهب المحليه، وهذا بيتنا وهذا المكان اللي احنا فعلا ننتمي له، ونتمنى النجاح دائما يكون حليف القناه وحليفنا مع القناه. انا اوعد ان شاء الله انه بذلنا جهدنا، اوعد انه برنامج يعني ان شاء الله يرقى لمستوى التوقعات اللي عند المشاهدين سواء مشاهدين القناه او اللي يعرفوني من قبل، سواء اللي ما يعرفوني او يعرفوني او ما يعرفوني، فان شاء الله نكون يعني خلينا نقول برنامج مختلف. هذا ما ودي اوعد اكثر من كذا يعني، ان شاء الله اكيد نشوف شيء كثير. ما جاء طلال معك اليوم؟ لا والله طلال احنا يعني معقبينه شوي هاليومين مصرفينه. الله يعطيك العافيه، اكيد ننور في حفل تدشين البرامج وان شاء الله كل التوفيق لكم، واكيد لتقديم عمل مختلف على شاشه اس بي سي، ورمضان عندنا هالعام في اس بي سي. اكيد رمضان عندنا في اس بي سي، وخلوكم معنا انتم عندنا بعد. برنامج تجربة فريدة، برنامج مختلف يقدم محتوى مميز يعرض قصة جانب عايشين في السعودية وقصة تعايشهم مع السعوديين في هذا الوطن العظيم. ماذا لو اختلطت كل جنسيات الدول في دولة واحدة؟ ماذا لو تعددت اللغات واجتمعت في مملكة واحدة؟ Saudi Arabia is my second home. It's like, where have I been all this time? وجوه عديدة اجتمعت في مكان واحد لتشارك تجاربها الفريدة. معنا معد وصاحب فكرة تجربة فريدة، الزميل أكيد عبد الله العقيل اللي منورنا اليوم، يعطيكم العافية في هذا التدشين الضخم وعرض هذا البرنامج على شاشة اس بي سي. نورك حبيبي، سعيدين بتواجدنا معكم الليلة. أستاذ عبد الله، ما نعرف تفاصيل هذه التجربة واللي يحكى ويقدم في هذه التجربة من قصة الأجانب اللي عايشين في السعودية، من أي جانب اجتماعي إنساني تعايشهم مع السعوديين؟ والله الحقيقة هو برنامج يسرد فيه المقيم على أرض وطننا الحبيب تجربته العملية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية بأسلوب بسيط وسردي وبإنتاج عالي، إن شاء الله راح تشوفونه برمضان بإذن الله. وإحنا متحمسين أكيد وجميع متابعين قناة اس بي سي إنه يتابعون عمل مختلف، عمل أكيد يحكي قصة وجوانب مختلفة، ممكن الكثير ما يعرف تفاصيلها، أكيد بيكون فيه تجربة فريدة إن شاء الله. شكرا لك. الله يعافيك يا رب. شكرا لكم. شكرا. للموسم الثاني على التوالي برنامج الطبخ على قناة اس بي سي شي غورميه بتقديم الشيف ابراهيم زينل، تفاصيل اكثر وابداع اكثر نتابع في هذا الفيديو. أشعة الشمس هي أحد أهم مصادر فيتامين د، اعتمدوها. بصيلات الشعرة لما تنام الليل وأنت منفرش أسنانك، نص ساعة إلى ساعة البيريز تحتاج أنك تحطها في ماء، تونس، كزبرة، أي شيء لونه أخضر طعمها يجنن. وبعد ما تابعنا معاكم برومو شي غورميه، معانا نجم هذا العمل راح يقدم في رمضان ابراهيم زينل، كل عام طيب وانت بخير وصحه وسلامه يا رب العالمين. يا اخي اصعب شيء في برامج رمضان الطبخ، خاصه تجي الظهر تحس فيها شوي عذاب نفسي كذا قبل وانت صايم، هذا عشان التشويق عشان تدخل مطبخ وتطبق على طول. طيب ابراهيم، ابداع مختلف شفناه في الموسم الاول، الموسم الجاي المتابعين يسالون وش اللي راح يفرق فيه على الموسم الاول؟
أول شيء غيرنا اللوكيشنات، غيرنا الطبخات، دخلنا لكم طبخات جديدة أكثر صحية، أشياء لا تخطر على بالك. أيضا دخلنا معلومات أكثر في عالم الصحة، منها معلومات في الصحة الجسدية، وحطنا لكم فقرات رياضية، وسوينا أشياء ما بخرب البرنامج أكثر، بس أقول لكم تابعوا. إبراهيم، ممكن الناس في رمضان يستغلون فرصة أنه لتعديل نمط الغذاء خاصة في البداية، أنا أولهم يعني اللي ناوي إن شاء الله أنه عدل نمط الغذاء. السؤال، هل فعلا بمتابعة شي غورمي ممكن يشوفون طريقة لتقديم غذاء صحي مفيد كمان طعم لذيذ؟ شوف، أنا دائما أقول هو ما أوجد المولى عز وجل من شيء مضر بصحتك، استخدامك له يحدد مدى ضرره من صحته. بإذن الله اللي حاب ينحف راح ينحف، واللي حاب يعضل يعضل، واللي حاب يكون بس متزن في حياته راح يصير متزن مع برنامج شي غورمي. مكان التصوير، شوف كثير مناظر في الجنوب، راح يكون في الجنوب، وش اللي راح يقدم؟ هل راح تكون في أكلات متعلقة بالتراث؟ وش اللي تفاصيل أكثر كذا؟ ما أعرف شيء حصري لإس بي سي. طيب، هو فعلا في مناطق كانت شوي خطرة حتى في وقت التصوير، يعني صورنا فوق جمة جبال طويق، عن الحافة أنا كان بيني وبينها يمكن نص متر أو أقل ترى. الطبخات اعتمدت الموسم هذا أني أخذ أشياء سعودية، لكن حورناها بأشكال أطباق غريبة. يعني مثلا عمرك سمعت بحلى بالتين الشوكي؟ عجيب، هذا موجود إن شاء الله في البرنامج. يعطيكم العافية، وإحنا ننتظر أكيد متابعين قناة إس بي سي ينتظرون أكيد رمضان وبرامج رمضان، وخاصة برامج الطبخ. كل التوفيق لك، العام وأنت طيب إن شاء الله. وأنت بخير وصحة وسلامة. رمضان عندنا على إس بي سي، وإبراهيم عندنا، يعطيك العافية. الله يعافيك. برنامج ليلى، رحلة ومغامرة قدمها أستاذ مصطفى العيدروس في أرض المملكة للبحث عن عمق الألسان والحضارات المختلفة على أرض المملكة. خلونا نشوف معاكم هذا البرومو. في تراثنا العربي يقال كل يغني على ليلى، وليلى هي كل ما يهتم به المرء أو يشغل مخيلته. وأنا في رحلتي في أرجاء المملكة العربية السعودية وبقاعها، وجدت أن لكل مدينة آثارها وحكاياتها وعاداتها وليلاها. مما دفعني للبحث عن ليلى في كل مدينة أزورها. فانتظريني يا ليلى. نتعرف أكثر عن برنامج ليلى وعن هذه المغامرة مع مقدم البرنامج أستاذ مصطفى. يا أهلا وسهلا فيك، العام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير، أهلا وسهلا فيكم. أول شيء، أول تساؤل جاء في بالي، ليه اسم ليلى؟ اسم برنامج ليلى هو نسبة إلى مدينة ليلى في المملكة العربية السعودية، وقصة الحب الجميلة اللي حصلت بين ليلى العامرية وقيس بن ملوح. فمدينة ليلى هي جنوب الرياض حوالي 300 كيلو، وهناك حصلت هذه القصة الحب عند جبل التوبات. يعني اسم ليلى طبعا من الأسماء الشهيرة في التراث العربي، فرمزنا إلى ليلى بالقيم الجميلة اللي احنا بنشوفها في السعودية. فأنا كمقدم البرنامج ببحث على ليلى في كل مدينة في السعودية، فلما أروح لحائل أشوف إيش ليلاهم، لما أروح للأحساء ببحث إيش ليلى الأحساء. طبعا ليلى هنا إيش هو أكثر شيء بهم أهل الأحساء ويهتموا به أهل الأحساء، فأشوف في حائل إنه اكتشفت إنه ليلاهم الكرم، سمة الكرم موجودة. أشوف في الأحساء كيف ارتباطهم بالنخلة، أشوف في مكة ارتباطها بالعلم، وهكذا. جميل. طيب بسألك عن يعني فترة التصوير، الصعوبات اللي واجهتكم في التصوير خاصة مع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ إجراءات احترازية، نتكلم عن الصعوبات اللي واجهتكم في تصوير برنامج ليلى. طبعا البرامج الوثائقية في تحديات كثيرة في التصوير، لأنها مواقع مختلفة، في سفر. فإحنا في الآن في اليوم وصلنا لليوم 100 في التصوير. زرنا أكثر من 26 مدينة في السعودية. تحديات طبعا مثل ما تفضلت بسبب كورونا، لكن الحمد لله يعني فريق عمل اللي معانا رائع في ليلى استحمل هذه التحديات كلها وتجاوزناها الحمد لله. أكيد رمضان عندنا على إس بي سي، وراح نتعرف أكثر على ليلى وعلى السعودية بشكل كبير إن شاء الله. إن شاء الله يعجبكم البرنامج، يكون برنامج إن شاء الله خفيف ومفيد للمشاهد إن شاء الله. كل عام وأنت طيب، وشكرا لك. وأنتم بخير، وكل عام بخير لمشاهدينا قنوات هيئة الإذاعة التلفزيون وكل الوطن العربي والمشاهد السعودي خاصة. شكرا لك.
تناقش هذا الموضوع من زوايا مختلفة، بالإضافة لسكتشات موجودة في الحلقات لها علاقة بموضوع الحلقة. أيضا عندنا فقرة نأخذ رأي الناس عبر سؤال جوهري يوصل للناس في 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 الميادين وفي الشارع وفي الحدائق. وأيضا في حاجة كذا جديدة تويست سويناها، فهو خلطة بين النايت شوز الأجنبية مثلا اللي تكون على مسرح بوجود جمهور، وسكتشات لها علاقة بفكرة محددة اللي هي فكرة الحلقة. هذه التوليفة جمعناها في وجبة خفيفة جدا تناسب زي ما قلت لك جميع أفراد الأسرة، وأتمنى أنها تلاقي القبول. طيب السؤال، شفت كثير خاصة في البرومو كثير من الأسماء المشاركة من نجوم الشباب اللي يقدمون محتوى مختلف وشكل مختلف من أشكال سواء الكوميديا أو حتى المحتوى. لو نتكلم عن فترة التصوير ومشاركة أو اختيار الأسماء المشاركة في هذا العمل. حقيقة هذا من الأشياء اللي أسعدتني، وأنا بطبعي من يوم بديت في صناعة المحتوى أو الأفلام أو العمل الفني أحب كثير أنه العمل يصاحبه كم كبير من الحب، وهذا الشيء انعكس في كروموسوم. كروموسوم كان فيه ثلاث ورش عمل في كل منطقة، في منطقة في الشرقية كانت تمسك كتابة المسرح، وكان في ورشة في جدة وفي الرياض يكتبون السكتشات. 95% منهم سعوديين، السكتشات 30 سكتش توزع بين أربع مخرجين سعوديين. ناهيك عن الأسماء اللي بينها هذا التمازج اللطيف زي ما قلت أنت في البروم، وكان واضح أن عددهم كثير، والكل كان يشارك بحب وبشكل مختلف، بمعنى أنه إذا كان في لنا زملاء يطرقون نوع من الكوميديا اللي خلينا نقول المبالغ فيها، بمعنى أنه كثير فيها كوميديا، إحنا لا، إحنا لخصناها بشكل لايت كوميدي، وجميل أنك تطرق هذا الجانب وهذا الجانب. شعارنا في سبيسي رمضان عندنا، كل عام وانت طيب، وعبد المجيد عندنا على اس بي سي. بالضبط، انا سعيد اني عندكم، وبالنهايه هذه قناه وطنيه نفخر فيها، وكلنا هنا في السعوديه من ابناء هذا الوطن نفخر ان نصنع محتوى سعودي يليق بالمتلقي السعودي. كل عام وانتم بخير عبد المجيد. شكرا يا مجاهد. شكرا. معانا نجم تحدي المشاهير ومقدم البرنامج ياسر السقافي. اهلا وسهلا فيك ياسر. اهلا فيك حبيبي، نحن بالكمامات ولا وحشنا وجهك الحلو. الله يسعد ايامك ياسر. جيمي فلون السعوديه في تحديات مختلفه اكيد مع نجوم السعوديه، نبغى نعرف تفاصيل اكثر، وش نوع التحديات اللي تقدم ياسر؟ حلو التشبيه اللي قلته، جيمي فلون السعوديه، هذه جديده هذه، بس يعني حصري انا هذا اللقب حصري. انا سعيد جدا بالبرنامج، موسم رمضاني مهم جدا التواجد فيه. اتوقع انه البرنامج راح يكون له طابع مختلف، لأنه في نجوم من الجهتين يتحدوا بعض على الفوز في الحلقة، وهذا شيء بحد ذاته متعة، لأنه حتشوفهم في تجارب مختلفة وتحديات مختلفة وأسئلة عامة، ويعني نقيس مدى ما شاء الله تبارك الله ثقافتهم العامة في كثير من الأشياء، وبرضو نتحداهم في أكثر من تحدي ممكن يكون ذو طابع ترفيهي للمشاهد، فإن شاء الله بإذن الله نقدم شيء مفيد. وش اللي توعد متابعين قناة SBC في هذه السنة في هذا العام المختلف في هالبرنامج بالتحديد اللي أكيد يجمع مجموعة من المشاهير؟ يعني مهما طالت الحكاية، وجودنا على SBC شرف كبير، إحنا أبناء الوطن، وواجب علينا أنه نحن نخدم في الهيكلة الجديدة والتطوير الجديد لقناة SBC والمحتوى السعودي المقدم في التلفزيون، فنحاول قد ما نقدر أنه نحن نكون جزء لا يتجزأ من هذا الشيء ومن التطوير، و يعني ما أقدر أوعد، ولكن إن شاء الله أشوفوا شيء يمتعهم، هذا أهم شيء. إحنا موجودين عشان متعة المشاهد. وبتشوفون معنا على شاشة SBC المسلسل الكوميدي المصري فارس بلا جواز، بطولة الفنان مصطفى قمر والفنانة هند صبري والفنانة روح. حاجة مش هتديها له؟ ودي برقبتي، أنا مزنوق في عروسة. أنا لقيت واحدة بقى زي القمر، هي لوحدها ملكة جمال. أنا هجوزك نعمات خرز البقر. مارلين من روح على هند روستو، من ساعة ما جت وهي موقفة الأوتيل كله على رجلي. ممكن أسلم عليك تاني؟ ليه؟ عشان لقيتك مرة واحدة وحشتني. أنا جوزها؟ هدفع 2 مليون جنيه مهر وشبكه ومؤخر، بس كاتب الكتاب النهارده. ممكن يشتغلك ويطلب انه يتجوزك. انا حاسس ان انا احبها. تتجوزيني؟ اتجوز؟ تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ يلا نتجوز بقى.
مهمي واحدة اتجوزها بعيالها وجوزها. انت عايز ايه اكتر من تتجوز واحدة حلوة تورث لك شوية ملايين؟ انا جاي ادور على ولد اخوي. عم انت اللي نحس وكل العرايس بيهربوا منك، يبقى تخلصي عليه دلوقك. قولي مبروك. البقاء لله. ويرجع هشام الهويش للمرة الثالثة على التوالي، للسنة الثالثة على التوالي في برنامج لا تقولها، برنامج مختلف يقدم مسابقات تفاعلية مع المتابعين. عندك ثلاث دقائق. انت تسولفين؟ الله على الثقة بالله. الله والشغالة. السنة الثانية حبيناه. حلو. هو. اركض رجليك يا معلم. بدل. هذه السنة، السنة الثالثة راح نعشق. بتمنع الـ5000 وهاتوا الجاكيت. ألف مبروك. وناسة وبلوس على SBC لا تقولها في رمضان جايكم. استنونا. حتى الطفل له وقت مخصص في رمضان على شاشة SBC. شقاوة الأطفال ما لها حدود مهما قلنا لهم وحذرناهم. طفلي وطفلك لما يكونوا وحدهم كيف بيتصرفوا؟ بيسووها أو ما راح يسووها؟ مواقف غريبة واختبارات ما قد فكرنا بردات فعلهم عليها. في طفلي لا يفعلها. الرحلة مشاهدينا هو مسلسل كرتوني يقدم للأطفال حتى يعطيهم تفاصيل أكثر لتعاليم الدين الإسلامي وقصة السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم. حيث علمنا نبينا الكريم محمد رسول الله. لنبدأ الرحلة. إنها ترتفع. أشعر أنها تحتاج إلى الماء والطعام. حمداً لله، جزاكم الله خيراً جميعاً. ونبينا صلى الله عليه وسلم مع علو قدره ومنزلته كان المثل الأعلى للتعاون. وها قد حان وقت تغيير الحال. يعود الفنان طلال الصدر في مسلسل اختراق الجزء الثاني، مسلسل أكشن بشكل مختلف حتى تأخذ القصة تطورات راح تفاجئ الجميع على شاشة SBC. اللي حصل شيء خطير جدا، لازم ننتبه ان قاعدين نتحارب من جهة أكبر منا كلنا. خط الإنتاج الجديد للشركة حيكون عقبة في طريق ناس كثيرة، مو من مصلحتها أنه يتنفذ. اسمع يا سلطان، الوقت هذا أنا محتاج لك فيه أكثر من أول، لأن سلطان قد المسؤولية. سلطان هو المسؤول الأول عن خط الإنتاج الجديد. كل اللي مطلوب منكم السرية التامة. ما تقلقش يا دكتور، احنا ماشيين في المشروع ده بتوجيهات حضرتك. من تتوقع ممكن يحارب مشروع مثل هذا؟ هقول لك بعدين. انت الوريث لهذا المشروع الكبير، انت بعد الله سبحانه وتعالى اللي حتوصلين الدواء لكل مريض محتاجه، الدواء اللي العالم كله حيحارب معه. في واحد اسمه رضوان قدر يحصل على التركيبه، المفروض يسلمها لي في الرياض هنا. يا علي رد علي، فهمني ايه اللي بيحصل. في كارثه هتحصل. سبحان الله يخليك، ارجع بالتركيبه لشعرك لو سمحت. الله يخليك. راح اكون معك لاخر. مسلسلاتنا ما خلصت متابعينا، كمان حكاية مختلفة من الدراما المصرية تقدمها رانيا فريد شوقي في مسلسل ولاد ناس. احنا إن حصل ده قضاء وقدر، ممكن يحصل مع أي حد. ابني جوه. أنا لا عايز أعرف مين يقول لي ابني فين. أنت تعرف الراجل ده؟ وده على أساس بقى أنك تعرف أي حاجة عن ولاده؟ الفشلة بتتكلم. انت لسه ما جابتش 16 سنه وحامل. اقسم بالله لو ابني جرى له حاجه ما ارحمه. ربنا بيبقى صوته عالي قوي ومسموع وقت الالم. انا عايز اعرف ابني جوه بيحصل له ايه. اهم حاجه عندي ان بكره اليوم يمشي في المدرسه كأن مفيش حاجه حصلت. اتفضل يا حبيبي اعمل اللي يعجبك، خبر وتصرف في الدنيا ولا بتهرب. واحور الشنطه دي. شنطه ايه؟ شنطه المخدرات. ابني ما بيحبنيش. انا في نظري ابني عاجز. الساعة
استعرضنا معكم أبرز البرامج والمسلسلات اللي راح تعرض في شهر رمضان الفضيل على قناة SBC. راح يكون أكيد جدول مختلف، مجموعة من برامج السعودية تقدم بشكل مختلف، أتمنى تستمتعون فيها، ودائما كل عام وأنتم بخير، ورمضان عندنا على شاشة SBC في أمان الله.